أفق الحرب في لبنان إلى أين؟ كيف ستنتهي هذه الحرب؟ وما هو المطروح اليوم بالنسبة لحزب الله؟ وأيضا أي مدة زمنية وأي أفق ينتظرنا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها بصرنا أن نطرحها بحلقتنا لليلة على ضيفنا دكتور طلال أبو غزالة، مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا لك على استضافتي. أهلا وسهلا دكتور. لطالما كنت تقول بمقابلاتك الأخيرة أن ما يحصل في لبنان والمنطقة وفلسطين وفي هذه المنطقة العربية هو صراع على من سيقود هذا العالم، وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية في صلب هذا المشهد، رح نبدأ لو سمحت من المشهد الانتخابي الأمريكي اللي بيفصلنا عنه بضع ساعات. كيف تتوقع أن يكون هذا المشهد؟ مين برأيك سيكون الفائز؟ كيف رح تصير العملية الانتخابية الأمريكية؟ وهل تسير بسلاسة أم أنه ممكن نروح إلى تطورات دراماتيكية من هناك؟ أنا مش متنبئ. قارئ جيد. أنا محلل وطالب وتلميذ أدرس الأحداث. عندما يقول أحد المرشحين وهو دونالد ترامب سأعترف بالانتخابات بنتائجها إذا كنت الفائز، معناته حسم الموضوع. إذا هو فاز بقبل الانتخابات، إذا لم يفز قال كمان حرفيا الدم سيسيل في أمريكا إذا لم أنجح. ثالثا قال ليشجع على انتخابه إذا لم أفز ستمسح إسرائيل من الأرض على الكرة الأرضية، لأنه هو من يحمي إسرائيل. المهم أنا في اجتهادي وتحليلي الانتخابات لن تتم، وإن تمت وهو احتمال أضعف لن يعترف بها الطرفان وسيطعن بها الطرفان، وستنتهي بنزاعات داخلية وبحركة رفض شعبية ومقابلها حركة رفض مؤيدة. بالحالتين أنا أقول ونحن أمام يومين لهذا الانتخابات يجب أن لا تكون هي المعيار لما سنعمل وما سيحدث، بل ما يجب أن يكون المعيار هو ما سيتم في محكمة العدل الدولية. وأرجو أن يكون هذا هنالك مجال طبعاً لأشرح هذا الموضوع في لقائي هذا. طبعا سنشرح مسار محكمة العدل الدولية، خصوصا أنه حكي بالآونة الأخيرة عن صفقة ربما يجريها المعسكر الديمقراطي مع بنيامين نتنياهو لوقف هذه الحرب. بس مرقت لي فكرة كتير أساسية أنه الانتخابات الأمريكية لن تتم، على ما تستند دكتور؟ على ما تستند للقول بأنها لن تتم ونحن على بعد ساعات منها؟ أنا يعني وصفتها بكلمة أصح مني، لن تتم. هي سيجري الانتخاب، ولكن الانتخاب لن يعترف به واحد من الطرفين، سيرفضه واحد من الطرفين، وبالتالي سيكون هنالك صراع شعبي، سميه إذا أردت حربا أهلية. تصل إلى حد الحرب الأهلية ولا يكون مشهد مشابه لما حصل بالانتخابات الأخيرة، اقتحام الكابيتول، عدم الاعتراف، وسرعان ما تدخلت الأجهزة الأمنية واحتوت هذا الموضوع بأقل الأضرار الممكنة؟ لماذا اليوم تقول أننا مختلف كليا؟ ليش عم بتقول واصلين لحرب أهلية؟ كان النتائج فيها واضحة ومحسومة، وليس وكان طعن فيها شكلي، حتى أن ترامب ادعى أن لا علاقة له بما حصل وباحتلال الكابيتول، وقال أن هذا حركة ناس هم تقدموا. بس هذه المرة لم تكون حركة أفراد أو جماعات، ويجب أن ندرك وعلينا أن نكون عاقلين أن أمريكا بحكم كونها دولة تسمح وتشرع بحمل السلاح، هنالك ما يزيد عن 70 مليون أمريكي تحت السلاح من أتباع دونالد ترامب.
هذول المجموعة لن يقبلوا فشله. وبالتالي احنا امام، ومش لازم نستغرب، امريكا ليست الا مجرد دولة، وهذه الدولة فيها انتخابات وهكذا هي الديمقراطية. انما عندما يصبح خلاف بين المرشحين الوحيدين لابد ان ينتقل الموضوع الى خلاف داخل المجتمع وان يتطور الى صراع. طيب دكتور، إذا بتسمح لي بدي ناقشك بأكثر من فكرة. ركزت على ما قاله دونالد ترامب سابقا أنه الدم سيسيل في الولايات المتحدة الأمريكية في حال لم يتم انتخابه، ولكن لاحقا تم توضيح هذا التصريح أنه هو يقصد بالمعنى الاقتصادي، بمعنى مواجهة الصين اقتصاديا بهذا المعنى وليس بالمعنى العسكري أو الحربي أو الميداني. ولما بتقلي أنه مين اللي قال هالكلام؟ حملته رجعت وضحت هذا الكلام بهذا الشكل، ولكن من تعتبر من انه من وضحه؟ حملة دونالد ترامب وضحته بهذا الشكل، ولكن الموقف قد قيل. يعني اللي وضحه شاعر او مؤلف سينمائي. لما نقول يسيل الدم ما فيش دم اقتصادي، لما نقول انه يهدد بحدوث دماء هذا مش تعبير ابدا يحتاج الى تفسير. وبالتالي تعتبر اليوم انه رايحين الى مشهد ستفوز او يعلن ربما فوز كامالا هاريس، ولكن دونالد ترامب لن يقبل بهذه النتيجه وندخل في صراع داخلي. مشهد فوز دونالد ترامب واعلان فوزه مستبعد بالنسبه لك تنتفادى هذا السيناريو؟ ابدا، لان الحظوظ للطرفين للمرشحين متساويه قريبه جدا، واحتمال ان ينجح اي منهما هو وارد. نعم. وبالتالي بالحالتين سيكون في مشكله. اذا نجحت كامالا هاريس عندنا مشكله، لن يقبل ذلك ترامب. نعم. ولن يقبلوا، مش بس لأنه هو عنده مشكلة مثل مشكلة نتنياهو، مشكلته أنه إذا يواجه قضايا في مواضيع قضائية. جزائية، ولذلك حمايته هو في استمراره على الكرسي. وكذلك أخونا نتنياهو هو يعرف أنه في حال توقف الحرب عليه أن يتجه إلى المحكمة ليحاكم بجرائم جزائية. طيب دكتور، عندما تقول أنه يعني رايحين إلى هذا المشهد المرتبك ومشهد الصراع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، هل اليوم الدولة العميقة ومؤسساتها ستسمح فعلا أنه نروح إلى هذا المشهد الدراماتيكي الكبير وهذه الفوضى الكبيرة، أم بدل في يد من حديد تضرب بالوقت المناسب؟ سؤال عاقل وحكيم تسألينه، ولكن نحن نتكلم عن صراع إذا كان التهديد فيه أنه الدم سيسيل. إن ليس هنالك مجال للعقلانية في هذا الموضوع. وبالعكس أنا أريد أن أجتهد وأقول أنه ربما المخرج لأزمة الصراع بين المجموعة الجماعتين الديمقراطيين والجمهوريين، المخرج لهذا الصراع أن لا يفوز أحدهما وأن تدخل أمريكا في حرب، لأنها ساعتها سيتوحد الشعب الأمريكي أمام عدو خارجي. قد يكون الدولة العميقة اللي تتفضلي عنها قد تخرج بحل بأننا نحن بسبب هذه الحرب نلغي الانتخابات أو هذا الخلاف أو هذا النزاع أو هذا القتال، سننهي الانتخابات ونتوجه إلى خصمنا. وإحنا بنعرف أنه أنا ما قلته أصر عليه أننا أمام حرب عالمية. يعني من حوالي أسبوعين خطب الرئيس شي جين بين وخاطب الجيش وقال استعدوا للحرب. صحيح. أنا كمان أريد أن أذكر بأننا أمام
وضع صعب في الصراع الكبير بين العملاقين في التقنية. والحرب هالمرة مش سببها أراضي متنازع عليها ولا مناطق لحكمها، هو صراع على الهيمنة على العالم. يعني نحن في مخاض اليوم، لا تحتاج لا انتخابات ولا غير انتخابات، تحتاج من هو الأقوى تقنيا. واليوم يمكن وصل خبر أن موضوع البروسيسرز اللي أنا كنت دائما أتكلم عنه وأقول أن أهمية، إذا بتطلع على الخارطة ستي، خارطة في الشرق الأقصى الصين، تجد جزيرة صغيرة لا يدوب تشوفيها، تايوان. نعم تايوان، هذه تايوان هي المصدر الرئيسي للموصلات الكمبيوتر، البروسيسرز والتشيبس، هذه هي المزود الرئيسي للعالم. ولن تسمح أمريكا بأن تصبح في يد أو سيطرة أمريكية. فالصراع في أي مكان في الدنيا ينظر له، أمريكا لا ترى عدو إلا الصين، وقالها رؤساء أمريكا علنا، ويقولون كما يقول العدو الصهيوني الآن أن مشكلتهم هي مشكلة وجود، مشكلة من سينتصر. الآن هذه المعركة هدفها الهيمنة على العالم، والأساس في الهيمنة على العالم هي البروسيسرز. يعني الناس تستغرب لما بقول إنه الدنيا كلها بدها تتعلق في حرب عالمية بسبب بروسيسر، قطعة صناعة، لا، لأن الطائرة لا تطير بدون بروسيسر، السيارة لا تتحرك بدون بروسيسر، الكمبيوتر لا يشتغل بدون بروسيسر، إلى آخره. يعني من يسيطر على صناعة البروسيسرز، وهي الآن متاحة للعالم لأنه ليس هنالك حجز أو منع لتصديرها، إذا أمريكا، إذا الصين ضمت تايوان وأوقفت تصدير هذا الكومبوننت، تدمر صناعة وقدرة العالم الاقتصادية والحياتية والعسكرية. نعم. إذن لما بقول أن المواضيع مربوطة، إحنا هنا في هذا الصراع، من سيسيطر على المنطقة ومن سيهيمن عليها ستي، هو ليس فقط غزة بسبب غزة بسبب الغاز في الشاطئ، المطلوب الهيمنة على كل موارد الغاز والنفط والموارد الأخرى الرئيسية وكسوق مالي ضخم. من يسيطر على هذا السوق يصبح قوة رئيسية في هذا الصراع. طيب دكتور، وبالتالي يجب أن ندرك أننا لسنا مهمين في حد ذاتنا، ولكننا مهمين كورقة في هذا الصراع. ممتاز. سأعود إلى المنطقة، ولكن رسمت مشهد عالمي بيحتمل أكثر من سؤال. لما بتقول حضرتك أنه العدو الأساسي والرئيسي اليوم للولايات المتحدة هي الصين، والأمور قد تتجه إلى هذا النزاع، ونحن في مخاض لوصول إلى ربما نظام عالمي جديد، كل هذا المشهد ألا يفترض بالولايات المتحدة أولا إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، تتقدر تتفضل الصين؟ يعني بتقدر تشتغل هيك على أكثر من محور؟ سؤالك يعني بيعطيني الجواب. احنا عندما نقول أن هنالك صراع، نقول أن هنالك صراع على شيء أكبر مني وأكبر كمنطقة، صراع على من سيحكم العالم. صح. هذا في سبيل هذا الصراع كل شيء مقبول، وبالتالي احنا لا يجوز أن ننسى أن هذا الصراع هدف هو الصراع. ماذا حصل في أوروبا؟ هل كان من مصلحة العالم أن تدخل أمريكا وتدعم الدول الأوروبية لمحاربة روسيا، وأن تضطر روسيا أن تقطع النفط عنهم، وأن تصبح أمريكا هي المصدر للنفط لهم، أو يأتوا بها من الصين ومن دول أخرى، إلى أن أصبحت الاتحاد الأوروبي، في رأيي أنا، يعني أنا أجتهد وأقول أن عمر الاتحاد الأوروبي لا يزيد عن 10 سنين، لأنه قيمة وجوده كتكتل اقتصادي انضربت، وهذا إضعاف لأمريكا.
أمريكا صرفت مليارات ووضعت نفسها في المعركة مع الاتحاد الأوروبي لهدف تدميره، يعني لهدف إضعافه، كما كانش هذا هدفها، بس اللي حصل أن هذا هو النتيجة من هذا العمل. إحنا المواضيع يعني أنا مش من عندي بقول أن أمريكا لا ترى إلا الصين، هنالك كلام علني إعلامي عن رؤساء أمريكا كلهم بأن هنالك خطر أساسي يهددنا ويهدد مستقبلنا ومهيمنتنا على العالم اسمه الصين. صحيح. طيب ترجع شوي نربط كل هذا المسار بالمنطقة دكتور أبو غزالة، إذا كان يعني المشهد دراماتيكي بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا يعني أنه واشنطن ستنشغل بالداخل الأمريكي، ونحن كان كل تعويلنا أنه يصير في انتخاب رئيس جديد عسى ولعل يكون قادر على إنهاء الحرب في المنطقة في لبنان وفي غزة. إذا انشغلت أمريكا بحالة تطلق يد بنيامين نتنياهو بالكامل في لبنان وغزة، صحيح؟ أنا بدي أشرح الموضوع بالعكس. تفضل. إذا سمحتين، من يريد، وهي فرصة خلينا نكون واقعيين، من يريد وقف الحرب أكثر مني ومنك وأكثر من لبنان وغزة هو العدو. أوف. أولا يجب أن ندرك أن هذا العدو عندما دخل في الحرب كان يظن اعتبارات مختلفة وتطلعات وطموحات فشلت كلها. هذا العدو الآن يريد أن يهدي اتفاق وقف إطلاق النار الذي لن يتم، وأنا هذا أتكلم عن مسؤوليته وأتمنى أن لا يتم، رغم أنني أدوب وأموت على كل نقطة دم وكل حجر يدمر من وطننا في لبنان وفي فلسطين. ولكن ما يريد نتنياهو أن يعمله هو أن تستمر هذه الحرب لما بعد الانتخابات في أمريكا، لكي يهدي هدية وقف المعركة وقبول الاتفاق للجهة الفائزة. هو لا يدرك كما نحن لا ندري من سيفوز، ويريد أن ينتظر إذا وصل إلى قناعة بنتيجة الانتخابات أن هذا الفريق قد فاز، فساعتها بقول له كرمالك راح نوقع، ويقول أن التوقيع تم بفضل دعم ورعاية أمريكا الديمقراطية أو أمريكا الجمهورية. ممتاز. فإذا نحن أيضا في هذا الموضوع معتمد الموضوع على عملية على اعتبارات خارجية، لذلك ولأسباب أخرى شخصية يعرقل نتنياهو كل اتفاق ويريد أن يستمر فيه، مش لأنه عم بيكسب منه، لأنه يريد أن يحقق يسجل نقطة لمن يفوز بأمريكا، ثانيا لأنه يخشى حكم محكمة العدل الدولية. وعندما نبحث موضوع محكمة العدل الدولية أستأذنك بأن أشرح كيف ذلك. نعم طبعا رح نشرح، بس خليني كفي بالفكرة اللي عم تتفضل فيها. خلينا نحط افتراض دكتور وفرضيتين، يعني في يا بيفوز ترامب يا بتفوز كامالا هاريس، هناك من يراهن على فوز ترامب لإنهاء هذه الحرب، وهناك وجهة نظر أخرى تقول أنه على العكس ترامب ربما قد يطلق يد بنيامين نتنياهو أكثر فأكثر، في حين سيصبح مرغما على إنجاز هذه الصفقة اللي تحدثت عنها إذا وصلت كامالا هاريس، وتكون قد تحررت من الضغط الانتخابي وحاجتها إلى أصوات اللوبي الصهيوني وكل ما إلى ذلك. أي فرضية هي الأقرب برأيك أو الأكثر واقعية؟ الواقعية أن كل الحسابات هي لأسباب ذاتية. أمريكا عمليا تريده أن يوقف الصفقة الآن، يوقف القتال الآن، لكي يقول بايدن وفريقه الديمقراطي نحن الذين أوقفنا القتال. وبالتالي ترامب يلعب لعبة المتفرج والمتأمل بأنه سيفوز في الانتخابات، ولا يريد أن
تنتهي الحرب وهو ليس طرفا في القرار في قرار إنهائها. الموضوع هو موضوع كيف أحول هذه الحرب الإجرامية الفتاكة لمصالح الخاصة. نعم، وبالتالي نحن إذن أمام يعني مشهد يحمل الكثير من القراءات والتحليلات. نعم. ويحمل الكثير من التطورات في المرحلة المقبلة. هل تعتبر أنه سيتم إعادة ترتيب المنطقة مع استلام الرئيس الأمريكي الجديد إذا فعلا وصلنا إلى استلام، يعني عم نحكي عن 20 كانون الثاني المقبل؟ أنت سيدتي أعلم مني بكم مشروع إعادة تشكيل المنطقة طرح على المنطقة. نعم. بدك تتذكري الشرق الأوسط الجديد، وبدك تتذكري اتفاقيات كل اللي طرحت لحل التشكيل. ليس هنالك أي تخوف عندي ولا عند من هو متابع لمجرى الأحداث في نهاية المسار. المسار هو انتصارنا، المسار هو هزيمة هذا العدوان الصهيوني الذي هو أداة للهيمنة الغربية، ولذلك الصين تريده أن يهزم وتريد أن تتفرج على هزيمته. لماذا لا تتدخل الصين ولا روسيا حتى الآن؟ لم يتدخلوا إطلاقا، لأنهم مبسوطين أنه هو عم بتدمر حاله وعم بيهزم حاله وعم يضعف قوته وكل ما يملك من أدوات في السيطرة. لذلك المعركة دائما، وأنا دائما أقول وأرجع الموضوع، الحرب بين العملاقين الصين وأمريكا هو على الهيمنة على العالم فقط. نعم. لا دكتور، بس على أي أساس اليوم تعتبر أنه بنيامين نتنياهو ينهي إسرائيل ويدمر إسرائيل بيده، لذلك ربما لا تتدخل لا الصين ولا روسيا؟ اليوم بنيامين نتنياهو ينظر إلى نفسه بنظرة المنتصر، إن كان في غزة وإن كان في لبنان. في غزة في خطة الجنرالات يبدو أنها تطبق على أرض الواقع، أزال حماس عن حكم قطاع غزة، أنهى محمد الضيف كما يقول، أكيد أنه اغتال يحيى السنوار، القيادات الكبيرة اليوم بحماس أزيلت. نفس المشهد تكرر أيضا في لبنان مع حزب الله، مع اللي عم يعملوا، يعني أرض محروقة. نعم. سؤال جميل. علمنا التاريخ أن قتل القادة ينتج قادة وينتج شخصيات تنتمي إلى هذه الثورة التي قتل زعيمها لتثبت ولتنتقم. ستي اللي عم بيقاتلوا في لبنان هم أطفال سنة 1982. نعم صحيح. هذا منطق التاريخ. اللي قتلوا له أبوه وأخوه وبنته وأمه وزوجته، هذا لا يمكن أن يصبح صديق. وما يعمله العدو الآن هو ضد مصلحته التاريخية نهائيا. لا يمكن لمن عانى وقاسى من جرم وفضائع الاحتلال الإسرائيلي أن يوم من الأيام يصبح صديقا لهم. كلام فاضي. الأمل الآن هو أن يستمر هذا الانهيار الآن اسمي الأخلاقي المعنوي الاقتصادي. النقطة الثانية اللي بدي أقولها أرجوكي، إنه نحن نعلن، وأنا أشكر وسائلنا الإعلامية التي تعلن عن ضحايانا وعن التدمير الذي يقوم به العدو، ولكن العدو لا يعلن عن أضراره ولا عن أمواته، ولا يعلن إلا ما يجب يعلم عنه بالطرق الأخرى. ليس هنالك من يحصر حقائق الضرر الذي لحق بالعدو، مش بس من حيث القتلى، مش بس من حيث الوضع الاقتصادي المنهار نهائيا، وأصبحت الهجرة التي كانت هي لدعم إسرائيل صارت هجرة معاكسة لخروج الناس من إسرائيل. الآن نحن أمام إجراءات غريبة عجيبة عم يتخذها
لمن يتابع مجلس النواب اللي يسمى في إسرائيل، هذا المجلس يتخذ قرارات اقتصادية الآن لأنه وصل إلى مرحلة من العجز الاقتصادي والانهيار الاقتصادي. أصبح يريد أن يفرض إجراءات لينقذ نفسه بالإضافة إلى المليارات التي لا تحصى. سيدتي، وضع العدو سيء جدا، إعلاميا، أخلاقيا، دوليا، إنسانيا، لم يحصل في تاريخ البشرية في أي حرب، لا ولا في الحرب العالمية الأولى ولا الثانية، أن ثارت الجامعات طلبتها دفاعا عن الحقيقة. لم يحصل ما حصل الآن في تاريخنا. صحيح، هذا لا دكتور. يمكن أن يمر. بس هيدا كيف أثر على مجريات الحرب؟ يعني صحيح اللي عم تتفضل فيه، يمكن الحرب على غزة وعلى لبنان عرت الجانب الإسرائيلي وأزالت السردية السابقة، المظلومية السابقة اللي لطالما حملها الإسرائيلي، ويعني بسببها يمكن صار عنده هذا الكيان. ولكن يعني هول بقيوا بميل والدعم الدولي غير المسبوق، إن كان تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية بالسلاح، بالدعم الدبلوماسي، بكل شيء، بقي بكفة أخرى، وبالتالي هذا كيف أثر على مجريات الحرب ما تتفضل فيه؟ شوف، أنا يعني بقاوم أن أربط الموضوع بالمحكمة، بس أنا بدي أقول أكثر من هيك. أنا بدي أقول أننا ما نخسره وما تتفضلين به وهو صحيح أقل من الحقيقة. أنا عندي تقرير من مؤسسة بريطانية للدراسات اسمها لانسيت، وسأنشره الأسبوع القادم. التقرير يقول أن عدد القتلى في غزة من الشهداء، يعني شهداء الهجوم على غزة، حتى الآن مش رقم 45 مليون، 45 ألف، 45 ألف، نعم، مش 45 ألف، هو ربع مليون. وهذا الربع مليون يشكل 7% من سكان غزة. نعم. يعني المنطق يقول ذلك، لكن هو يبررها بالتفاصيل. يقول ما يعلن عنه كحقيقة وبحسن نية من قبل إدارة الصحة الوطنية في غزة، هو من يصلها أسماؤهم من الشهداء. أما من دفن تحت المبنى، ما بنعرف اسمه. صحيح. أيضا لا نعرف أسماء المفقودين، ولا نعرف أسماء المرضى الذين توفوا بعد الحادث، وهم كثيرين. يعني هو يجمع كل الأموات الناتجين، الشهداء الكرام، أسيادي، يجمعهم تحت مظلة كل ما نتج عن هذا العدوان من وفيات، ويقدر ذلك بربع مليون إنسان شهيد. هل هذا صحيح؟ أنا أقتنع بذلك، لأنه في أيضا نسب إلى كيف مبنى 8 طوابق ينزل على كل من فيه، بقول لك قتل 7. طب 7 إلا هذول اللي طلعت أجسادهم. واليوم كل التلفزيونات مشغولة بكيف أبناء فلسطين العظام في غزة يبحثون بين الحجارة بأيديهم، يحفرون الحجار ليبحثوا عن من هو تحت الحجار. من فقد في هذه الحرب كبير جدا عدده، صح، ولكن الصراع الموجود على الطرف الآخر ليس مثل صراعنا. نحن نضحي ونخسر، وتلك جريمة كبرى، ولكن الطرف الآخر يقولها وإحنا ما بنسمعها، بنحب نسمع بس الكلام اللي بجرحنا. يقول أننا نخوض حرب بقاء، حرب وجود لإسرائيل. هذه الحرب، وأنا قلت هالكلام لمن يتابعني، صحيح، أن المعركة هذه بعد 70 سنة من الصبر والصمود أمام الاحتلال الاستيطاني. هذا احتلال يختلف عن احتلالات أسوأ من كل احتلالات الدنيا، لأن الهدف منه أن يستوطن، وكله بموجب وعد أعطي لهم بأن ينشأ لهم وطن في بلد لا حلاقة لهم فيها ولا حق.
هذا المشروع الاستيطاني الذي كلف الكثير كان الهدف منه خلق منطقة تخضع للسيطرة الدائمة للقوى الاستعمارية. معلش هذا قدرنا، هذا تاريخنا، نقعد نندم ماشي مش رح نندم، ولكن نقول أننا نحن أمة صاحبة حق متمسكة بهذا الحق، وهذه الأمة التي استطاعت أن تصمد. طب هو قال أتوقع أن نتنياهو كم يوم كان يريد ينهي غزة ويسيطر ويستسلم حماس ويسلموا أسلحتهم ويعين هو حكمه عليها، وينه؟ لم يسيطر على متر واحد. على اليوم اللي عم يحصل في المنطقة اللي يريد أن يعملها منطقة عازلة آلاف القتلى، ولا ويخرجوا له ويكلفوه بمئات القتلى. العدو يخسر بشرا ويخسر حياة ويخسر اقتصادا ويخسر سمعة ويخسر كل شيء. لبنان، أنا قلت أن مساحة غزة تشكل 3% من مساحة لبنان، وإذا كان هذا العدو بكل جبروته وبكل الدعم اللي تفضلت عنه وكل التأييد والتمويل والأسلحة وكل شيء، بعد سنة لم يستطع أن يسيطر على بقعة غزة التي أكرر تشكل 3% من مساحة لبنان. من يحلم بأنه سيسيطر على لبنان عقله مش معه. هذا العدو لن يستطيع، يستطيع أن يخرب وأن يدمر، ولكنه لن يستطيع أن يفرض وجوده. ولذلك هو في أزمة، هو في وضع يتمنى أن تقف الحرب، ويتمنى ويخلق الشروط لتستمر لأسباب شخصية. وأنا لذلك أنا أتمنى ومبسوط أنه لما ضربوا بيته حزب الله المبارك، عندما ضربوا منزله أنا مبسوط أنه ما صابوه، لأن وجوده هو يخدم قضيتنا. يجب أن نعرف كيف نفكر ونحسب، يعني مين أحسن بدك يكون من هيك رئيس يكون هو عدوك؟ لأنه هو بما عرف عنه من عدم مصداقية، بما عرف عنه من غرور، بما عرف عنه من سياسات كلها فاشلة. طب أنا سعيد بأن يكون هذا رئيس خصمي، لأنه هو يدمر جماعته وهو الذي يجرهم إلى النهاية. النهاية ليست لنا، النهاية لهم وهم يدركون ذلك. أرجوك أن تجعلي المعيار ليس كم قتيل قتل من عنا ولا كم بناية دمرت، وهو مهم ومهم جدا، ولكن ما دام الموضوع هو موضوع احتلال واستيلاء وسيطرة، وبما أن العدو يقول هذه معركة وجود ومعركة بقاء، فإذا الثمن الذي ندفعه، وبكرر قديش هذول الشهداء والقادة مهمين، بوفاتهم هم وضعوا نموذج. وانت سمعتي يمكن الشاب اللي عمره 7 سنين، وانا اقول شاب لانه عمره كلامه بيحكي احسن من شاب، لما بيسأل المحل الصحفي ماذا تريد ان تصبح عندما تكبر وتتخرج، قال لا اريد ان اصبح شهيد. هذا على التلفزيون. هذا البني ادم خلقوه هؤلاء العظام الذين استشهدوا، فهم عملوا فضل من خلال أن يخلق كل واحد منهم بدلا له ألف وعشرات الآلاف من القادة. لا تنتهي، لا تنتهي معركة وطن بوفاة والاغتيالات ووفاة القادة، لا، تبدأ وتستمر وتقوى. دكتور الوطن أقوى من كل واحد وأقوى من كل قائد.
طبعا، بس اسمح لي يعني روح إلى وجهة نظر أخرى من هذا الموضوع. تعتبر أنه اليوم اغتيال قيادات بحجم أمين عام حزب الله السيد نصر الله، وهو منه حجم لبناني فقط إنما حجمه كان إقليمي، هيدي ضربة كبيرة وجهت. عم بنطلق منها تأسأل حول المشروع الإسرائيلي اللي بات واضح واللي تحدث عنه بنيامين نتنياهو، شرق أوسط جديد، عدم العودة إلى فكرة الأرض مقابل السلام، لأنه قال علنا يعتبر أنه هيدا المشروع لما انسحبت إسرائيل من لبنان إجا حزب الله، ولما انسحبت من غزة إجت حماس، وبالتالي عم بيروح إلى مشروع آخر وهو تقليم الأظافر الإيرانية وضرب الأذرع كما يسميها الأذرع الإيرانية في المنطقة. هيدا المشروع مش عم بحقق فيه أهداف بنيامين نتنياهو اليوم؟ أنا بدي أحكي، أنا شغلتي أنا مدقق حسابات، نعم، يعني لما بشوف الرقم شغلتي أتحقق منه، ولما بشوف المعلومة في الأرباح والخسائر والنتائج بدي أدققها وأتأكد منها. طيب أنا بدي أدقق، بعد وفاة الشهيد حسن نصر الله ضعفت قوة الهجوم لحزب من حزب الله على العدو أم زادت؟ واضح الجواب طبعا. الجواب أن يعني اليوم كان في تقرير من العدو أن قوة هجوم وعمليات حزب الله على العدو زادت 4 أضعاف بعد وفاة الشهيد حسن نصر الله. قتل القادة وقتل الزعماء واغتيالهم ليس هو الحل للحرب. الحرب نهايتها احتلال أو سيطرة على الوطن أم عدم ذلك. حزب الله اليوم في وضع أقوى منه عندما كان السيد حسن نصر الله قائدا، مع كل احترام لقيادته، وأنا مش هنا أبدا لأخفف من قيمته، إنما أقول أن هذا العظمة وهذه القوة زادت لأن هنالك من جاء لينتقم من اغتياله، وجاء من يريد أن يثبت أن وفاته لن تؤثر على رسالته التي هو رسمها ووضعها له لشعبه. فبالتالي أنا إطلاقا لا أعتقد بأن هنالك أي ضعف في الحركة المقاومة في أي بلد نتيجة الاغتيالات. طيب كيف تتوقع إذن أن تنتهي هذه الحرب؟ البعض عول أنه لما بتكون فاتورة القتلى الإسرائيليين وعدد القتلى من جيش العدو الإسرائيلي كبيرة، ساعتئذ يوقف بنيامين نتنياهو حربه. هيدي الطريقة بعتقد جربت بغزة وللأسف يعني لم تنجح، ولم يعني تدفع بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب. منه سئلان الرجل لا عن أسرى ولا عن عدد قتلى من جيش العدو. البعض الآخر راهن على الانقسامات الداخلية الإسرائيلية، وشفنا آخرها بين المتشددين الحريديم وبين الآخرين، وشفنا المواجهات اللي صارت بين الشرطة والحريديم، ولكن أيضا مشهد شفناه كتير دكتور بغزة ولم ينجح بإيقاف الحرب. ما الذي سيدفع بنيامين نتنياهو برأيك إلى إيقاف هذه الحروب؟ اسمحي لي هلأ أدخل في موضوع المحكمة. المحكمة تفضل. طبعا اولا بدايه انا بس بدي اوضح، انا بعرف ان المستمعين اكثر مني معرفه وعلما والمشاهدين طبعا، ولكن انا اريد ان اكون في حديثي مميز، ان اميز في حديثي بين محكمه الجنايات الدوليه ومحكمه العدل الدوليه. محكمه الجنايات الدوليه هي التي حكمت على العدو رئيس وزراء العدو نتنياهو بأنه مجرم وطلبت تنفيذ القبض عليه. هذه محكمة الجنايات الدولية. وما زال القضاة في هذه المحكمة مترددين ومتأخرين في التنفيذ، لأنها جزء من المنظمة الدولية اللي اسمها الأمم المتحدة، واللي أنا عندي 30 سنة في مناصب رئاسية في منظماتها ومجالسها.
هذه المنظمة أحد أدواتها هو محكمة الجرائم الدولية. نعم. وبالتالي هي خاضعة للتمويل والذي هو أساسا من الدول الغربية، وثانيا لنفوذها. ويعني الكونغرس الأمريكي هدد إنه إذا حكمت نعمل عقوبات على القضاة. فإذا هي خاضعة للنفوذ والسيطرة الأمريكية والغربية بشكل عام. ممتاز. طيب. أما محكمة العدل الدولية التي تأسست سنة 48، وهي نفس السنة التي بدأ فيها احتلال فلسطين، والتي أسستها أمريكا وإسرائيل لمنع تكرار جرائم الهولوكوست، أي الإبادة الجماعية. هذا المشروع صيغة بشكل محكم ليصبح ملزما، ونشأت كإحدى مؤسسات التعاون الدولي، ليست تابعة للأمم المتحدة، يعني ليست خاضعة لقرارات مجلس الأمن كما محكمة الجنايات. فإذا أولا نحن أمام محكمة لها استقلالية، وهذه أول محاكمة من نوعها في التاريخ، ما نقولش التاريخ الحديث، في التاريخ. وأيضا ليس هنالك أمام هذه المحكمة أي قضايا إلا قضية محاكمة إسرائيل على جريمة الإبادة الجماعية. نعم. كويس. تقدمت مشكورة جمهورية جنوب أفريقيا، ساوث أفريكا، في ديسمبر 22 بشكوى، يعني بتسمى إحاطة مش شكوى رسمية، مذكرة للمحكمة بأن هنالك جريمة إبادة جماعية يجب أن تنظروا فيها وتعملوا شيء. صحيح. في مارس 2023 قدمت شكوى رسمية تطلب أن تحاكم بتهمة تهمة الإبادة الجماعية. بعد النظر في ما قدمته من إحاطة تقرر قبول المبدأ وإرسال توجيه أو تنبيه لإسرائيل بالتوقف، وإلا بما أنها لم تتوقف وفضلت وإلا في قبل أسبوع فقط في 28 من هذا الشهر. نعم. تقدمت جنوب أفريقيا بما يسمى اتهام رسمي، وقررت أن تسميه مش مذكرة ولا اتهام، سمته ميموريال. أرادت من ذلك أن يكون تذكيرا للعالم وذكرى. هذا الميموريال الذي قدمه هو المستند أو الشكوى، قدمته في 75 صفحة وفي 4000 مستند، كلها تثبت وتدين جريمة الإبادة الجماعية. وأيضا ما فيش واحد إلا من لا يريد أن يرى، لا يرى على كل وسائل الإعلام التي نشكرها، كلها تثبت أن هنالك جريمة إبادة جماعية واضحة. ممتاز. كويس. وبالتالي الآن قدمت الشكوى الرسمية الآن قبل أسبوع، وأعطي العدو حتى شهر يوليو القادم للرد، على العدو أن يرد على هذه الشكوى المهمة. لأن الفرق بين محكمة الجنايات ومحكمة العدل أن محكمة الجنايات تحاكم أفرادا ومجرمين، أما محكمة العدل الدولية فهي تحاكم دول، أي أن هنالك فروقات واضحة بين المحكمتين من حيث الإجراءات، من حيث الأهداف، من حيث كل شيء.
محكمة العدل الدولية International Court of Justice ICJ. هذه المحكمة الآن استلمت الشكوى الرسمية. ممتاز. وأعطت العدو فترة حتى جولاي ليرد. طبعا هنالك أمام خيارين، هو إما أن يرفض أن يرد ويتجاهل الدعوة كما يعمل في حالات الأمم المتحدة كلها. صحيح. وهنا تنتهي القضية بالخير لنا، لأن المحكمة عندها تحكم على ما لديها من مستندات. هنا بيبقى يعني عمى منه، الله عماه إذا رفض أن يرد، وإذا رد معه فترة حتى نهاية العام 25. نعم. بال26 تبدأ المحاكمات أو الجلسات المحاكمة، والتي منتظر أن تستغرق سنوات. عظيم. أصلا المحاكم التجارية اللي هي خلاف على فلوس أو على عقار أو على أموال بتاخذ سنوات. معلش، احنا عم نحكي عن مستقبل أمم كاملة. خلي ياخذ سنوات. إيه؟ ولكن في هذه السنوات أنا اجتهادي وقراءتي لما سيحصل أن هذه السنوات ستكون سنوات انهيار وانحلال إسرائيل، لأنك لا تستطيعي أن تتخيلي أي إنسان أو شركة أو دولة ستستطيع أن تتعامل بجرأة وبوقاحة كما هو الوضع حاليا في دعم هذا العدو بعد أن يصبح متهما بالإبادة الجماعية. أوكي. هلا هذا أولا، ولكن ثانيا وأهم أن أحد بنود اتفاقية الجنايات، عفوا، محكمة العدل الدولية، محكمة العدل الدولية، أن من أي دولة تدعم الدولة التي متهمة تصبح شريكا في التهمة. يعني لن تستطيع الولايات المتحدة دعم أو الاستمرار في دعم حليفتها إسرائيل. نعم. فبالتالي ما في شك بأن الدول ستبدأ في الابتعاد تدريجيا، ونحن نرى ذلك. أعطيك مثال، يعني كمان أنا لأنه شغلتي أنا لا أعرف بالتنبؤ، أنا بعرف بالتحليل. عندما يصر نتنياهو الآن أنه لن يوقف القتال إلا إذا حصل، وهذا بالإعلام مش شيء خاص سري، لا، لن يوقف القتال إلا إذا حصل على كتاب تعهد موقع من الرئيس الأمريكي بأن أمريكا ستعود لدعمه دعما كاملا في حالة عودة القتال. طب ما هي ما في لزوم أن تطلب الطلب، يعني ما في يوم رئيس الجمهورية ولا وزير الخارجية ولا ممثلينه يقولون كل يوم نحن مع العدو، يعني نحن مع إسرائيل، كنا ونكون حاليا وسنبقى إلى الأبد. لما إجا وزير الخارجية قال أنا لم آتي كوزير، أنا جئتكم كيهودي. صحيح. وكشريك لكم. نحن أمام تغيير جذري تاريخي. أقول لأمتي وخصوصا لشعبي المقاوم في فلسطين وفي لبنان وبعدها اللي قادم عليهم الدور، لأنه الآن هو يريد أن يوسع عدد الأعداء ليكبر جريمته، ليطول مشروع، ليبتعد عن محاكمته شخصيا. سوريا، العراق، والدول، وأنا نشرت اليوم خارطة إسرائيل الكبرى. في هذه الخارطة تبدو إسرائيل الحالية، وهي اجتهاد لأنه ليس هنالك خريطة رسمية لإسرائيل. أنا كنت على مجلس الدراسات الاستراتيجية في واشنطن عندما جاءنا دينيس روس. نعم. ويبشرنا باتفاقية أوسلو
نعم، و كنت احد الخبراء على احد اعضاء المجلس، قلت له، وكان هذا الكلام بحضور سفراء الأمة العربية وسفراء العدو، قلت له: الله يخليك، سؤال عندي، عندما تقول إسرائيل ونحن في مركز دراسات دولة إسرائيل، نعم، شروط الدولة ثلاث عندي أنا في قراءتي كتلميذ: أن يكون لها دستور، هذه الدولة ليس فيها دستور، فيها قانون اسمه حق العودة، أن يكون لها تعريف للمواطن، ليس هنالك تعريف للمواطن، وقد ضغطوا كثيرا في الفترة الأخيرة على منظمة التحرير الفلسطينية لتعترف بأن المواطن الإسرائيلي هو اليهودي فقط، نعم، بدون أن يكون تعريف المواطن اليهود فقط، وتصبح الدولة الوحيدة في الدنيا اللي مواطنها جنسيته يهود دينية. 2-3 أن يكون لها حدود وخارطة، خارطة حدود. اللي كيف كما الكلام ما في خارطة، قلت له سفارة العدو في واشنطن 3 بلوكات من هون، إذا بتبعت واحد يجيب لي خارطة إسرائيل أو قانونها دستورها أو تعريف لمواطنها، ساعتها أنا بقبل أنك تسميها دولة. الآن هي ليست دولة، هي عصابة، هي هكذا بدأت عصابات الإسرائيلية، جاءت واحتلت من استلمت البلد من الانتداب البريطاني. أنا عمري 86 سنة، أنا ولدت سنة 38، سنة 38 شهادتي، وبعت لك إياها شهادة ميلادي، تقول المولود جنسيته فلسطيني، أمه فلسطينية، أبوه فلسطيني، الشهادة صادرة عن حكومة فلسطين، كان في حكومة فلسطين. أما أنا بدي منك خارطة إسرائيل، خارطة كما قال بن غوريون: حدودنا هي إلى أين يصل جيشنا. صحيح. طيب ها ستي، هذه الخريطة اللي هي بسموها وأصدروها حكماء صهيون تضم كل البلاد اللي قلنا عنها: فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، وتضم جزء كبير من مصر يشمل النيل، وجزء من السعودية، وهي يعني شغلة بتضحك من أدميدا. هذا التخراف التدريس الديني تبعهم الذي أوحى لهم بأن هذه دولتهم واللي بدهم يبنوها، وهم فما زلوا في البناية، ولكن يريدوا أن ينتقلوا، فالآن يتوجهوا بأن يستفزوا الدول الأخرى غير لبنان وفلسطين. نعم. وأنت بتبدأ المعركة تتسع، كله كويس، بس هذا الكلام عندما يصدر الاتهام الرسمي من محكمة العدل الدولية، واللي يجب أن يصدر بنهاية 65، بعد أن تقدم 25، بعد أن تقدم دولة ما يسمى سلطة الاحتلال، بعد أن تقدم ردها على الاتهام. نعم. عندما يصدر الحكم وهو بساطع كالشمس، النقطة الوحيدة، خليني أكون صادق في تحليلي، أن الحكم في موضوع الإبادة الجماعية لا يصدر إلا إذا استطعنا أن نثبت أن هذه الإبادة تمت. نعم. وإبادة جماعية تمت، ولكن يجب أن نثبت أنها سياسة وقرار من الدولة وليس عملا فرديا أو جماعة أو عصابة أو كذا، مع أن الدولة كلها هي عصابة، ولكن علينا أن نثبت أن هذه المسمات إسرائيل، هذا ما حصل من جرائم إبادة جماعية، وهو حقيقة أصبح العالم يتكلم فيها بكل مكان، يجب أن نثبت أنه نتيجة قرار وسياسة من الدولة، وهذا سهل
إثباته. طيب بس دكتور هون عم نحكي، عذرا يعني على المقاطعة، بس هون حضرتك عم تحكي عن مسار سيمتد لأشهر بالحد الأدنى نهاية عام 2025، كي لا نقول لسنوات ربما حتى صدور هذا الحكم. بهالأثناء بتحترق المنطقة كلها، يعني إذا بقي نتنياهو يكفي من دولة إلى دولة. صحيح ومش صحيح. صحيح إنه هذا سيستمر ويكلفنا، ولكن إحنا 70 سنة صرنا في هذا في هذه المعركة، مش جديد. 70 سنة المذابح التي حصلت في فلسطين عند احتلال فلسطين لا تقل جريمة ووحشية عن الجرائم الموجودة الآن، ومش وقت نشرح فيها. يعني تتوقع أن يمتد القتال حتى صدور القرار عن محكمة العدل، وبالتالي أشهر من القتال وارتفاع وتصعيد أيضا مرتقب؟ بعد أن يصدر الحكم أو الاتهام، مش نتيجة الحكم، سيصدر هذا الاتهام، سيضطر أن يتوقفوا تدريجيا، لأن الدعم التدريجي اللي بتتفضلي عنه سينحسر. الآن بدأت الدول تتابع، أنا أتابع ما 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 ما, ما, ما يحصل. أنا أسمع، لم أكن أسمع أن الدول بتقول إحنا يجب أن ندرس إذا كان يجب أن نستمر في الدعم العسكري. يقول لك لا يجوز أن نتصرف بهذا الدعم المفتوح. دول كثيرة أصبحت تتردد في الدعم، وهذا كان حتى أمريكا الآن تقول يجب أن نراقب أن الدعم العسكري يكون للدفاع فقط وليس يعني عم نسمع كلام مختلف عن الماضي اللي هو التأييد للموت واللي بدكم اعملوه. لا، فأنا ما أريد أن أصل له أنه هنالك شيئين، أننا وصلنا إلى القمة، قمة الإجرام، وستبدأ تضعف لأن الدعم العالمي والدعم الدولي لها سينحصر، وبالتالي تدريجيا، وهذا ما نريده. احنا لا نريد أن كما قال أحد الوزراء عند العدو ارموا عليهم قنبلة ذرية وريحونا منهم. احنا ما بدنا نرمي قنبلة ذرية، ولا بدنا نحاربهم، ولا بدنا نقتلهم. نريد أن بطرق القانونية أن يتوقف إجرامهم ويتوقف احتلالهم. طيب بس في الأثناء تحدثت عن بنك أهداف للعدو غير فلسطين ولبنان، تحدثت عن سوريا والعراق. غير سوريا والعراق، اليوم إيران في صلب هذا المشهد، ونترقب إمكانية أن ترد إيران على إسرائيل حتى قبل الانتخابات الأمريكية. هل انتقلت إيران برأيك فعليا إلى مرحلة القتال، أو لا تزال بمرحلة تفضل المفاوضات؟ قبل شوي بيقول الرئيس الإيراني أنه إذا أعادت إسرائيل النظر في سلوكها بقبول وقف إطلاق النار، فإن ذلك قد يؤثر على نوع وشدة الرد الإيراني، وبالتالي وكأنه بعده تارك مجال للتفاوض. الرئيس الإيراني، بدي أسمع موقفك أو رأيك بهذا الصراع الإيراني الإسرائيلي، مدى وإلى أين سيصل؟ أنا في بداية العدوان، يعني 8 أكتوبر العام الماضي، قلت أتمنى أن تكون هذه الحرب حربا فلسطينية. نعم. لأنه كان في هنالك من يريد أن يستفز ويسمم الأشواب ويقول وين العرب، وين الدول، وين المقاتلين، وين وين وين. قلت له أنا سعيد بأن يكون كل من يقاوم وكل من يقتل ويستشهد في هذه المعركة فلسطيني، ليكون الانتصار فلسطينيا. وقد تحقق الانتصار فلسطينيا، احنا انتصرنا بغزة، خلينا نكون واضحين. الانتصار ليس في كم قتيل قتل من هون ومن هون اقل او اكثر. روسيا يا ستي عندما هاجمها النازيون خسرت 25 مليون شهيد، مليون مش الف. نعم. طيب هل خسرت الحرب؟ لا، ربحت الحرب، ولكنها خسرت الشهداء، والشهداء هم ثمن، لان الوطن أكبر من كل شهداء، ويكبر الشهداء بالوطن، والوطن يكبر فيهم.
هذا من جانب. طبعاً بس بظل التفوق التكنولوجي، التفوق العسكري الإسرائيلي، يعني هل إرادة المقاومة وحدها تكفي للصمود اليوم؟ نعم، أشكرك على السؤال. أنا أقول أننا انتصرنا في غزة بسبب تفوقنا وليس بسبب دعمنا. يعني كل الدعم المطلق عسكريا وتقنيا ومخابراتيا من دول الغرب لم يستطع أن ينتصر على هذه المجموعة بالأنفاق. ليش؟ بالعقل. لليوم لا يعرف العدو كيف بنيت هذه الأنفاق. هذا تخطيط وتنظيم، وهذا أحد أصول العلم. اثنين، تعرفي ستي أنه في الوقت الكهرباء مقطوعة في غزة، موجودة في المخانات في الأنفاق. نعم، لأنهم يتطوروا نظموا طريقة للطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء. أنا كيف تستطيع جماعة تصمد أكثر من سنة أكلا، صحة، طبا، تنفسا، كل شيء؟ طب هذا مش كان بده تخطيط، مش بده علم؟ أنا أقول أن الثورة الفلسطينية انتصرت بالإيمان، انتصرت بالعلم، وانتصرت بالإرادة. طيب ماذا عن إيران دكتور؟ يعني الأم الفلسطينية بتقول، أنا ما شفت إنسان في الدنيا بيحمل طفله على كتفه، قاعد على كتفه مكتوب على جبينه على مربوط رباط على جبينه مكتوب عليه مشروع شهيد. في حدا بيتمنى أن يكون ابنه شهيد، طفله؟ هذا شعب لا يهزم، هذا شعب يخطط ليبقى، هذاك يخطط ليستفيد، ليستولي، لينتصر، أو ليرجع إلى بلده. هنا هم عندهم عدة خيارات. نعم. الفلسطيني عنده خيار واحد، أن يبقى، وكذلك اللبناني خياره أنه راح يبقى في بلده، وبالتالي بما أنه ما عنده خيار ثاني ينتصر. طيب دكتور، إيران والمشهد الإيراني اليوم، هناك من قال أنه إيران تتحافظ على نظامها ورأس هذا النظام، ربما دخلت بعمليات مقايضة على حلفائها بالمنطقة. وجهة نظر مقابلة تقول أنه من الغباء التفكير بهذا الأمر، لأنه ما حدا بيتخلى عن مصدر قوته وما عنده مصلحة إيران بذلك. شو رأيك بهذه النقطة؟ أين ستكون إيران بهذا المشهد؟ أنا رأيي أني متفق معك. يعني اللي بده يقول أنه إيران تتنازل عن قوتها كثمن لأي شيء، بكون مش عم بقدر الأمور مظبوط. كما أننا، أنا لا أتوقع أنه أمريكا تتنازل عن إسرائيل بسهولة وتنسى، لأن هي أيضا أداة لقوتها وهيمنتها في المنطقة. المعركة لن يحسمها لا من يؤيد ولا من لا يؤيد. يحسم المعركة من يقاوم ومن يجلس على الأرض. يا ستي، إحنا ما بدنا من إيران أي شيء، ولا بدنا إياها تقاوم. طبعا بطلع بقول لك إلها مطامع وإلها أغراض وهي العدو. طب يا سيدي، أنا ما بدي أناقشك، مع أني لم أرى من إيران أي استيلاء على أرض عربية، ولا احتلال لمنطقة عربية، ولا أي عمل قتل لناس عرب. معلش، بتقول لي عندها طموح وطموحات، كل دول الدنيا طمعانة فينا، كل دول الدنيا. نعم. وهذه نعمتنا، نعمة ربنا علينا، أنه كل الدنيا بدها إيانا، وكل الدنيا بدها يكون لها موطئ قدم، وكل الدنيا بدها يكون لها نفوذ. ليش يعني الدول الغربية من أمريكا إلى بريطانيا إلى فرنسا ما عندها مطامع؟ خليها عندها مطامع زي إيران. أنا بالنسبة إلي مش إيران ليست موضوع. إيران سياستها تقررها لمصالحها ولأية أهداف عندها. أما أنا فلا يجوز أن أعتمد على أن وجودي ومستقبلي يعتمد على إيران أو غير إيران.
نعم على الإطلاق. ممتاز. احنا نعتمد على أننا شعب صاحب حق في لبنان وفي كل وطننا العربي، صاحب حق واجبه أن يدافع عن بلده وعن حقه وأن يحميه بكل الطرق. طيب بدي أنهي معك بلبنان دكتور. يعني هناك من يقول أنه لن يتم وقف إطلاق النار ولن يرضى بنيامين نتنياهو بأي حل قبل القضاء على حزب الله، وحضرتك متابعة مثلنا وأكثر منا فيما يتعلق بالشروط اللي عم يوضعها لل 1701 وكل ما إلى ذلك. هيدا المشهد لوين بده يوصل طالما حضرتك جزمت لي انه لن يستطيع، يعني بيقدر يقتل بس ما بيقدر يسيطر؟ حزب الله تاسس امتى؟ سنه 82. نعم. اوكي. طيب يا ستي، قبل ما يتاسس ما كانش في مشكله ولا معركه؟ بلى طبعا. يعني الحقائق والواقع ان حزب الله تاسس بسبب عدوان واحتلال العدو الصهيوني لجزء من لبنان، وجاء ليحرر لبنان. كيف يعني بنقلب الامور بطريقه اخرى؟ انا اقول اننا وخط المقاومه، كل المقاومين يعتمدوا على انفسهم، على قدراتهم، على من يحبهم طبعا ويدعمهم، وقبل كل ذلك على الله، لأنهم أصحاب حق، صاحب الحق قوي، صاحب الباطل ضعيف. إحنا قوتنا أن الحق معنا وأن الله معنا وأننا سننتصر بكل شك. أما إيران وقفت معنا وكانت جزءا من هذا الانتصار، هذا يسعدنا، ولكنها اختارت خيارات أخرى هي مصلحتها، وأنا لا أظن ذلك، بس بدي ارد حلي بدهم يشككوا بالموضوع فقط ليقولوا ان هنالك صفقه. انا بالعكس بدي اقول جمله، انني حساباتي تقول باننا امام موقف سيفاجئ العدو من ايران. باي معنى؟ ضربة قوية لا تكون شبيهة بالوعد الصادق واحد واثنين؟ أنا قلت مفاجأة قادمة، وهذه المفاجأة ستكون مؤيدة من الدول الخصم للغرب. يعني يجب أن نتذكر أن إيران وقعت اتفاق فريد من نوعه عمره 50 سنة العام الماضي مع الصين. نعم، وقعت اتفاق مع الصين لكل أنواع التعاون العسكري، الأمني، الاقتصادي، كل شيء، مدة 50 سنة ابتداء من العام الماضي. أقول أن الآن أقول أننا أمام أننا أمام وضع واضح ولا يحتاج إلى لبس. بس دكتور الصين لم تتحرك. المقاومين يعني ستي، المقاومين بس عفوا سامحيني، المقاومين في هذه البقعة الصغيرة اللي هي 3% من لبنان، ما شو كان دور مع إيران في الحرب معهم حتى تتخلى عنهم؟ لبنان أقوى من هيك بكثير. أنا قلبي لبناني وعقلي لبناني. نعم. وتفكيري لبناني وعلمي ودراستي لبناني، تربيت في لبنان، أعرف هذا البلد العظيم والشعب العظيم. الشعب العظيم اللبناني ليس له اعتماد إلا على نفسه. هذا الشعب اللي اخترع العملة، هذا الشعب اللي تاريخه يمتد إلى بداية التاريخ. هذا الشعب، بينما هذول العصابات التي جاءت من كل أنحاء العالم ليس هنالك مقارنة. نرجع إلى إيران مدام سؤالك. تفضل. إيران دولة عظمى، أصبحت دولة عظمى، ما حدا بيقدر ينكر أنها. والنكتة وين؟ أنه في سبب الحصار والمقاطعة التي فرضت عليها اضطرت أن تصبح دولة متقدمة وتعتمد على نفسها في كل شيء. المنتج الأول للمسيرات، الدرونز، الطائرات بدون طيار في العالم هي إيران الآن. نعم. إيران تزود روسيا
بالطائرات اللي بدون طيار. صحيح. تقنية الطيارات المسيرات تسمى، وأصبحت على باب القنبلة الذرية، يعني بس تخبز زر بتنتج القوة الذرية، وهي متوقفة عن ذلك بقرار مش بعجز إلى آخره. نحن نقول بس توقعاتنا على مشارف القنبلة النووية. نعم، دولة محورية، نتمنى أن تظل وتبقى صديقا لنا، ولكننا لا نعتمد عليها ولا نقبل لها أن يكون لها أطماع فينا كما غيرها. يعني ما حدا يقول لي بس إنه إيران عدونا لأنه هي عندها أطماع عنا، والله أنا سميني دولة في الدنيا ما عندها أطماع في دولة أخرى. هذه يعني هذه من المقولات اللي المضحكة التي يسوقها الناس، مثل نقطة أنه امبارح الله يوجه له العقل الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، كلينتون يقول المشكلة في حماس أنهم مصرين على استعمال البشر ك للدفاع عن النفس، ضلوع بشرية. نعم. شو هالكلام؟ يعني هو وقاعد هناك الآن في 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 مقره بيقول لك إنه المشكلة، ما في مشكلة في فلسطين إلا إنه حماس تستعمل المدنيين كدروع، لذلك إسرائيل مضطرة تهد البناية حتى تهد على أبناء حماس اللي هم مش موجودين في البنايات. نعم. وفرق قوتنا يا ستي اللي نفخر بها أننا نعم. نحن نقتل جنود العدو، والعدو يقتل بناتنا ونساءنا وأطفالنا. هذا فرق، يكفي هذا. واضح. يكفي للدنيا ويكفي لمحكمة العدل الدولية. أريد أن أختم بأن أقول عن كلمتين عن محكمة العدل الدولية. تفضل. محكمة العدل الدولية عندما تصدر حكمها مش محتاجة لاعتماده لا من الجامعة العربية ولا من اتحاد الأمم المتحدة ولا من مجلس الأمن، هي لها استقلالية كاملة. واحد. اثنين، قيمته في أنه قرار وحكم مستقل. نعم. ماذا يعني ذلك؟ من يريد أن يتعاون ويتشارك مع دولة تمارس، يعني يأخذها فقط من حيث المبدأ، في دولة ستقبل على نفسها وشعبها أن يسكت أنه هي تتعاون وتدعم وتمول الإبادة الجماعية في بلد آخر؟ واضح جدا، واضح. فهذا جداً. الكلام هي هذا القوة. هذه طبعا حاضر يا ستي، أنا نفسي طويل، ولذلك عمري الآن 86 سنة، أنا بعتبر حالي في بداية عملي، وإن كنت أنام كل يوم قبل ما أنام بقول ربي شكرا أعطيتني هذا العمر كله أنا لا أستحق، وعندما أصحى الصباح بقول يا سلام أنا عندي يوم جديد من الحياة، أنا مش معقول ما كنتش أحلم أن أعيش كمان يوم. نعم. ولكن أقول لك أنا أعمل كأنني أنا في بداية عمل حياتي العملية. هكذا الله يطول بعمرك دكتور، الله يطول بعمرك، وعلى أمل فعلا أن نشهد سويا ما تحدثت عنه خلال هذه الحلقة، وهي نهاية إسرائيل وانحلال هذا الكيان. بهذا الأمل نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة معك. شكرا جزيلا لك ولإطلالتك معنا اليوم دكتور طلال أبو غزالة، مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك ضيف عزيز مثل العادة.